حماية السيد الرئيس بشار الأسد احتفلت قوى الأمن الداخلي بذكرى 68 لعيدهم تخليدا لذكرى استشهاد أبطال حامية البرلمان من الشرطة والدرك على يد الاستعمار الفرنسي عام 45 و900 وألف. وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أثنى في كلمة له خلال الاحتفال على جهود قوى الأمن الداخلي في حماية أمن الوطن والمواطنين، مؤكدا أنه لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار الوطني دون تدخل خارجي. في مستهل المهرجان المركزي نقل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار تهنئة السيد الرئيس بشار الأسد راعي الاحتفال لقوى الأمن الداخلي ومحبته لهم وتقديره لما تبذله من جهود في حماية أمن الوطن والمواطنين وبوقفتها الشجاعة إلى جانب شعبنا الصامد وجيشنا الباسل المعطاء في مواجهة الحرب الكونية الإرهابية التي تستهدف شرف الأمة وعزتها واستقلالها وسيادتها. وتحدث اللواء وزير الداخلية عن موقع 29 من أيار الذي اتخذت قوى الأمن الداخلي من ذكراه عيدا سنويا لها في تاريخ سوريا النضالي من مقارعة المستعمر الفرنسي والدور الهام الذي أداه رجال الشرطة والدرك القوى الوطنية المسلحة الوحيدة أنذاك في دعم المقاومة الشعبية التي تأججت في شتى أرجاء الوطن رفضا للاستعمار الفرنسي، مشيرا الى ان مجزرة 29 من ايار وبما انطوت عليه من حقد وبطش للمستعمرين جاءت عنوان افلاس المستعمرين وفشلهم في كسر شوكة الوطن واركاع الشعب واخضاعه لمشيئتهم، وان ذلك اليوم البهي والمضيء بدماء الشهداء كان مفخرة وطنية اججت لهيب المقاومة حتى تحقق الجلاء العظيم بعد اقل من عام في 17 من نيسان عام 46 و900 والف. يتبدل اللاعبون من حيث الشكل ولا يتبدل الاستعمار من حيث المضمون، والتاريخ يعيد نفسه وان اختلفت بعض التفاصيل. وما يشهده وطننا الحبيب منذ أكثر من عامين من حرب استعمارية إرهابية كونية خططت لها وتقودها قوى الاستعمار وقوى الاستكبار الأمريكي الغربي والصهيوني، وبمباركة ومساعدة من حكام إقليميين وعرب، ما هو إلا فصل استعماري تآمري جديد من محاولات النيل من مكانة سوريا الحضارية والقومية والإقليمية والدولية، ومن وحدة أرضها وشعبها، ومن سيادتها واستقلال قرارها الحر، ومن خيارها الاستراتيجي المصيري في المقاومة سبيلا وحيدا لتحرير الأرض واسترداد الحقوق. إلا أن سوريا التي خبرت الاستعمار جيدا على امتداد تاريخها النضالي المشرف في شتى الأزمنة لقنت موجاته المتتالية من المغول والتتار والرومان والعثمانيين والفرنسيين دروسا في المقاومة، ورفضت على الدوام الاستسلام الغاصب او الانحناء لغريب طامع، ولم تساوم على شرفها او على ذرة حق او حبة تراب، ولم ترضى بديلا عن النصر في شتى معاركها المصيرية. ها هي اليوم تمتشق سيف مخزونها الحضاري الوطني والقومي، وتتدرع بشعبها الأصيل الموحد الرؤية والإرادة والهدف، وبجيشها البطل وقوى الأمن الداخلي فيها العين الساهرة تتصدى لهذه الحرب الكافرة بكل ما عرف عن السوريين من عزة نفس وصلابة وشجاعة وإقدام واستعداد دائم للبذل والتضحية وتسابق إلى افتداء الوطن ليبقى عزيز الجانب موفور الكرامة كامل السيادة. وخلص اللواء وزير الداخلية الى القول: سوريا اليوم بصمودها ومقاومتها تقلب موازين الاستعماريين الجدد ومن لف لفهم، وتسهم في رسم عالم جديد متعدد الاقطاب لا احتكار فيه للقوة الغاشمة. وقد قالت سوريا ان لا مخرج امن من المحنة الا بالحوار السوري دون تدخل خارجي، وهي تسعى لتحقيق ذلك من خلال برنامج يترجم مبادرة السيد الرئيس بشار الأسد للحوار الوطني.
وكان لواء عبد الكريم حبيب سليمان قد بدأ الاحتفال بالتأكيد على المعاني السامية والدلالات الوطنية لشهداء الشرطة والدرك في 29 من أيار، وأشار إلى أن سوريا التي خيبت أحلام الاستعماريين القدامى بفعل صمودها ومقاومتها كفيلة بدحر الاستعماريين الاستكباريين الجدد وإزلامهم من إرهابيين وتكفيريين وقتله مرتزقة مستوردين. إلى ذلك قام اللواء محمد الشعار وزير الداخلية يرافقه عدد من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي بزيارة لقاعة الشهداء في مبنى مجلس الشعب، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. ومن ثم التقاهم السيد محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب، وتبادل معهم الحديث حول عظمة هذا اليوم التاريخي وإرث الشهادة الغالي الذي أورثه حماة البرلمان عام 1945 لقوى الأمن الداخلي. وأكد السيد رئيس المجلس أهمية دور وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في السهر على أمن المواطن وخدمة المواطنين، مشيرا إلى المساهمة الفعالة لقوى الأمن في التصدي للإرهاب الجائر الذي يمعن تخريبا للبنى التحتية ويوغل في سفك الدم السوري، مؤكدا أن النصر سيبقى معقودا لسوريا القوية بالحق في مواجهة قوى الظلام والضلال والتضليل. طوبى لشهداء 29 من أيار ولكل شهداء الوطن، والمجد لسوريا. هذا وقد حيّ